إكسبريس إف إم تزيد في القيمة. لا في الغنى يعني ما عندناش موقف حاجة قال وي سبتي غادي نغني سيلافي على خاطرش بدا اس غادي نمشي لكارطاج ولا غادي نمشي لمصر ولا نمشي لا لا سامحني. الاغنيه الواحد اللي يكون يحوس يتمشى، انا ديما نقول الاغنيه الموسيقى تحتاج للتفتيش. الواحد ما يكونش عنصري، لازم يتزوج موسيقته مع الاخر مع الاخر مع الاخر، يعني هذا هو التبدل الفني. وبلا بلا ثقافه ما هي بلاد، فهمت المعنى؟ هذه الواحد اللي يدي التقاليد نتاعو على الخارج ويجيب التقاليد الاخرين، فهمت المعنى؟ هي يعني الواحد مادام كاين جمهور يصفق عليه، مادام ناخذ الهدايات، فهمتني؟ مادام نزيد تسمى نقول بلي كاين ناس تاكلين عليها، لازم نزيد نخدم، هذا الشغل تاعي انا يعني نخدم الغنى الغني. والغنى كما نقول احنا توجور فرونسي نقول سي موهبه من عند الله. دي فوا تقول زوج القط يا خويا العالم كله يسبحها، دي فوا تخدم اغنيه حياتك وناعسه مسكينه، كل واحد يساعدك. لا كما قلت لك الاغنيه اللي واحد جابها لي المره هذه تاع بكيت على بلادي، هذه درتها واحد جا مغني هذا في الجزائر قال لي خالد عندك كاين هذه درتها رضا والهادي وكل شيء اسم التونسي. قلت انا ثاني كان نبكي على الامهات السكينه ثم انا منكم الاولاد عم يمشوا كاين اللي متفايق في البحر وكذا وكذا، فهمت المعنى؟ وكاين مشاكل وهذيك اللي تاع لامبيدوزا كاش نهار غادي تخدم وغادي ما يبقى والو، فهمت؟ اش نقول؟ اللحم كيخنز يرفدو غير مواليه، فهمت؟ مهما كان الحال واحد كي كونتي كخاف يخاف شي ميسي يقول مشيت يجيبو بصدر إكسبريس إف إم تزيد في القيمة.